مضينا اتفاقية مشتركة استراتيجية مع نادي برشلونة شغالين عليها بقالنا سنة، والحقيقة مضيناها كأول بنك في مصر يمضي هذه النوعية من الاتفاقيات والشراكة الكبيرة العالمية. ايفنت قوي جدا، اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وسياحة طبعا مليون في المية. ان نجم كبير بحجم كلوفيرت لما يتصور في الهرم ويتصور وتنزل على السوشيال ميديا ودي رسالة بتتبعت للعالم كله ان مصر امنه. مش باتريك كلايفت بس، كان قبل كده ميسي موجود ورونالدينيو كان موجود، فكل النجوم اللي تبقى موجوده ديت ده بيوصل مسجات صريحه وقويه للعالم كله ان مصر في امن وامان الحمد لله. طبعا دي رساله متكرره، طبعا ميسي جه مصر وكريستيانو جه مصر وباتريك كلايفت طبعا ده شأن كبير جدا في الكره العالميه على فكره، وفي لاعب برشلونه ولاعب منتخب هولندا وليه بقى كبير جدا. انا شخصيا ده مثل الاعلى. في جماهير كتير جدا لبرشلونه في مصر، وهو طبعا كلاعب سابق في برشلونه وممثل نادي برشلونه في الشراكه مع البنك، فانا شايف ان دي حاجه مهمه جدا. لما في شباب صغير يشوف النجوم الكبيره دي بتيجي هنا موجودين في مصر اكيد بيبقى دافع ليهم وبيبقى حافز كمان ان هم يعملوا حاجه كويسه للبلد، وزي ما شفنا الفتره الاخيره الحمد لله.